بعد رحلة طويلة وشاقة صوب مدينة القنيطرة، فريق الكوكب المراكشي لم يكن ليتحمل أنصاف الحلول في مواجهته لاتحاد الزموري للخميسات. وحدها النقاط الثلاث كانت الكفيلة بإعادة التوازن للفريق الذي بدأ يرسم معالم الطريق لتثبيت أقدامه في مقدمة الترتيب العام. البرازيلي لويس جيفرسون لم يمهل الزموريين الكثير ليسجل الهدف الأول لصالح الكوكب المراكشي في الدقيقة 17. فريق الاتحاد الزموري للخميسات كاد أن يعادل الكفة من الجهة اليسرى بواسطة اللاعب أيوب القعداوي وتدخل جيد من الحارس علي محمدي، فيما التسديد من بعيد لم يجد طريقه نحو المرمى. ضغط الزموريون تواصل طيلة أطوار الشوط الثاني لكن دون تغيير في النتيجة. هنا سيطالبون بضربة جزاء والحكم يأمر بمواصلة اللعب. سوء الحظ لازم أبناء المدرب جمال فوزي الذين لم يتمكنوا من العودة في اللقاء والذي انتهى لصالح الكوكب المراكشي بهدف دون مقابل. فريق نهضة بركان المنتشي بفوزه الأخير على مستوى